أصدرت مجموعة الصين للإعلام تعليقا بعنوان الحلول الصينية تساعد دول لانتام ميكون على تحقيق تنمية مشتركة بشكل أفضل. قالت فيه إن الاجتماع الثالث لقادة آلية التعاون لانتام وميكون ينعقد يوم الأحد الماضي عبر دائرة الفيديو في بكين، حيث ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتيام كلمة سعيا من أجل مساعدة دول لانتام وميكون على مواجهة المخاطر والتحديات بصورة مناسبة وتحقيق التنمية المشتركة بشكل أفضل. واختتم الاجتماع بإصدار إعلان فينتيان يذكر أن آلية التعاون لانتام وميكون قد ضخ بلا شك حيوية جديدة في تعاون وتنمية لبلدان المنطقة في المستقبل، وقدم إشارة واضحة لبناء مجتمع ذي مصير مشترك في إقليم لانتام وميكون في حقبة ما بعد وباء كوفيد-19. خلال هذا الاجتماع اقترحت الصين بناء شبكة إقليمية من المسارات السريعة والمسارات الخضراء في سياق تتبيع الوقاية من الوباء ومكافحته لتسهيل تبادل الأفراد وتدفق البضائع، كما اقترحت تحسين مستوى التعاون في مجال الصحة العامة بين دول لانتام وميكون، معلنة أنها ستنشئ صناديق خاصة للصحة العامة في إطار صندوق الخاص للتعاون لانتام ميكون. تظهر هذه الإجراءات الصداقة العميقة بين الصين ودول ميكون، وهي أيضا ممارسات ملموسة في بناء مجتمع ذي مصير مشترك لدول لانتام وميكون.